نقطتين مهمين جدا جدا لنادي الجونه اللي كان ممكن يوصل للمركز العاشر. اعتقد رضا شحاته وجهازه الفني كابتن حسام غالي اكيد زعلانين جدا على النقطتين اللي ضاعوا منهم، كانوا هيوصلوا للمركز العاشر، واكيد طبعا كمان خساره نادي الزمالك في صراعه على المركز الثاني مع بيراميدز. النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله يوم الاربع باذن الله يحسم هذه البطوله، البطوله مميزه جدا، بطوله كان لها ظروف خاصه واتكلمنا مع حضراتكم كتير جدا عن هذه البطولة، كانت كلها تحديات كبيرة قوي واجهتنا احنا كأهلوية، واجهت مجلس إدارتنا، لكن الحمد لله دايما بقول وبكرر في أي مكان بكون متواجد فيه إن دايما ربنا بينصر الحق في الآخر، ودايما ربنا بيدي الحق لأصحابه في الآخر، ودايما ربنا بيتوج اللي بيتعبي قوي 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 بمجهودهم بيتوجهم في الآخر. الحمد لله الدنيا ماشية في نطاقها الصحيح جدا جدا، وإن شاء الله إن شاء الله الاهلي باذن الله يوم الاربع باذن الله يحسم هذه البطوله ويتوج النادي الاهلي كالعاده باذن الله بهذه البطوله والدوري العام. وطبعا يعني حضراتكم عارفين ان شاء الله ان يوم الاربع ان شاء الله ان شاء الله الاهلي يحسمها، وده شيء طبيعي جدا بالنسبه للاهلي وبطوله الدوري العام. بنطمع في اكتر من كده، لكن خلينا نمشي واحده واحده، وزي ما قلت لكم احنا دايما بنراهن على فرقتنا، والتاريخ دايما بيقول ان الاهلي دايما بيكون عنده حسن ظننا كلنا. المباراة شهدت أحداث مؤسفة، أنا رافض تماما إن أنا أحمل